صحة صغيرك ليه دقيقة صمت لولين صحة صغيرك باي ميد بوانتيان أو الموقع الطبي في تونس والوحيد شفت هذيك الغسبيراسيون اللي تلقى فيه أقرب طبيب وتاخذ معاه موعد على الانترنت اليوم في صحة صغيرك مش نحكي لا ما قلتهاش فرد نفس أنا نحب نقولها فرد نفس ما نجمش ناخذ ويكاند نرتاح فيه ونهار ثاني نحاول نعاودها الكل دونك في صحة صغيرك اليوم باش نحكيو على علم أمراض النمو تحضر معنا الأخصائية نسرين الطريقي أخصائية في علاج وتقويم الأقدام صباح النور اهلا وسهلا بيك سافا امورك باهيه محليك نسخه طفله صغيره انا قبيله غاديك محطوطه على روحك قاعده استاجيره في بالي على شنو باش نحكيو اليوم بالضبط اليوم باش نحكيو على 3 ميثود دو كونسلتاسيون اللي راهم ديما في الكابيني دونك باش نركز عليهم هما اكثر دونك باش نبدا على لي بي بلا مهم فوالا لي بي بلا عالم وحده دونك ديجا فما قديش من تيب دو بي بلا دونك مش اليوم باش نحكيو على البي بلا جوفينيل اللي هي القدم المسطحه عند الصغير دونك شنو يجي لي بارون شنو يقولوا يقول لك ولدي بدا يمشي على بكري كي نمشيو مع بعضنا يتعب في ساي يقول يهزني وحتى في مشيته نحس البي ام تاعو مع تساقو ياسر مسطحه كي يعفص دونك شنو الفينومين هو البي بلا هي تابعه للبيربروناسيون دونك قدم مسطحه الخاويه منعدمه دونك تبدا افيسي كومبليتمون او سول داكوغ دونك الكونديسيون هذيا تنجم تولي باتوجينيك كي يكبر دونك الأغلبية الصغيرات هما كي تولدوا عندهم التيب دو بي بلا هذيا داكوغ الاج دو انو يدمي تتبدل معناتها تنجم فورما تتبدل نتاع اي تتفور معناتها تتبدل سويت للي تيسيو دي بو للونجل نتاع الساق للباس دابوي نتاع الساقيه زادا كيف كيف دونك من بعد معناتها قبل 7 سنين الساق تنجم تولي تاخو اسبي نورمال بي فما صغيرات اللي تقعد عندهم دونك تكمل بيهم بعد حتى 7 سنين تولي تيب بي بلا هذيك وميم حتى تولي تقلقهم بعد في المشي وحتى الاج ادولت داكوغ دونك احنا في الكا هذيا شنو نعملوا نحن مع الصغار فوالا شنو نعملوا مع الصغار هذوما دونك اول حاجه ركزوا عليها هي لي كونسي افيك لي بارون اي سورتو على لي شوسور اللي لبسوا فيهم لصغيراتهم داكوغ ثاني حاجه لي زورتيز بلونتير لي سوميل اورتوبيديك اللي هما الفراشات الطبيه اللي يتعملوا في الكابيني سور مزور دونك البيوت نتاعهم انهم باش يرتحهم الوجيع باش يعملوا رانفورسمون موسكولير للخاويه اللي هذيك المنعدمه دونك باش نعاودوا نعطيوها الاسبين نتاعها الخاويه هذيك الدخله هذيك هذيك الدخله متفقد كاني دخلتي مش ولا بوت اليوم ولا كيف داكوغ دونك كيف كيف بريفونسيون من لي بروبليم كي يكبر اي اوسي في كوريكتور معناتها لا كوريكسيون اي سورتو مع صغار ديما نلقاو لا كوريكسيون كومبليت خاطر ديما العظام نتاعهم في النمو دونك تجاوبوا معنا وكل صغير بيان سور والكام تاعو مش نداش نهزو ننفضو ولبس وهذيك خاطر ولده هكا دونك لبس انا ودي نفس الحاجه ما نتبعوش لي توندونس دونك ديما تلقوا حاجه مرتاحه كونفورتابل اي سورتو اورتوبيديك لصغيرك خاطر كي تاخو انت نعرف سبات بورين في تاخذ لها بالغين كي تعمل له هكا يمشي معك كي تعصر يتعصر صحيح دونك انت شنو قاعده تلبس فيها داكوغ معناتها الساق هي معناتها كسوا نورمال ولا مش نورمال الصباط باش يتبعها وهي باش تمشي معاه داكوغ ما فماش حاجه اللي كيفا كيدي لو بيي في المارش نتاعو وتحطو ديما في البوزيسيون النورمال نتعديو للموتيف دو كونسلتاسيون ثاني اللي نسميوه مالادي سيفير دونك باش نفسر شنو هي الام تجي تقول لك بنتي تتشكى في وجعها في التالون تاعها في القدم ينجموا يكونوا بارفوا لي دو ما تنجم في تالون برك داكوغ اي سورتو بعد ما تلعب السبور تتعب برشا ان جينيرال معناتها مع الصغيرات كيما نقولوا باغ اكزومبل لي غارسون في الفوت بعد ما يكملوا الفوت يتعبوا ويتوجع كي يجي في الكابيني دونك لاسبي كلينيك معناتها كي انا نرى القدم تاع الصغير نورمال على الاخر ما فماش انفير فماش حموريه فما حد شيء مي دي كو نعملو بريسيون على التالون وقتها الدولور تظهر
معناتها فاريابل بين طفل وطفل، معناتها تنجم تكون وجيعة بسيطة كما تنجم توصل حتى ما ينجمش يخلي ساقيها على القاع. داكور داكور. دونك التريتمون معناتها لابروش الأولى إنه شو اسمه بالثلج، دونك الثلج هذاك إلي تري امبورتون، إي أوسي نوقفوا لاكتيفيتي سبورتيف. إش معناها الثلج؟ كيفاش نستعملوه؟ شنو معناها نحطو هكا؟ نحطو أونيفو دو تالون داكور بوندون 10 15 مينوت شاك شور بيان سور. Et ma l'arrêt immédiat de l'activité sportive. D'accord. Je suis retirée. Normalement, les symptômes ils ont au bout de quelques jours. Ni ida qadou waqt nastahqou l'approche médicale et en podologie c'est kif kif les sommets orthopédiques. Donc le but nta l'essentiel c'est la décharge. Décharge du talon, je suis d'accord. 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 Donc n'kamlou bel troisième motif de consultation, il y a la marche en adduction. Sur les points des pieds. Le swéba qui se pointe vers l'intérieur. Ah, il y a donc. D'accord. تقول لك بنتي مشيتها بيزار مانيش كيما صغار الكل تتعثر فيسع ما تنجمش تبع صحابها معناتها في الجري وكل شيء ميم حتى بخي لاكتيفيتي فيزيك تتعب معناتها شنو هو؟ هي حكايه بسيطه هي تصير انفلاماسيون في الكروسونس تاع السونتر تاع العظم دو تالون نسميه الكالكانيو دونك انفلاماسيون صغيره اللي تخليها هذيك ل تتوجع داكور بون لا سامحني هذه الانفلاماسيون تبع القديم تبع مالادي سيفير انا دونك دخلت بعضها شويه مساش نعاودو نرجعو دونك كي تبدا ساقهم هكا لا مارش اون اديكسيون اي كي سو بونت فيغ لانتيريور داكور دونك هي بارمي لي كوز زيدا كيف كيف كيما البي بلا حاجه فريكونت نلقاها برشا كيما لا ديمارش اون اديكسيون زيدا كيف كيف دونك بارمي لي كوز لي بلو فريكونت اللي تخلي لا ديمارش هكايا هي لا روتاسيون فيمورال انترن دونك الفيمور باش نلقاوه ملتوي اي نجمو زيدا نلقاو لا كابسول ارتيكولير سو تونسيون دونك التونسيون هذيك تكون انورمال بيان سور في اون بودولوجي كيسك اون فار لي سوميل اورتوبيديك اللي هما باش يركزوا على على اون ستاتيك اي سورتو في المارش نتاع الصغير داكور في لي فارس دو لا مارش اي سورتو وقت تبدا الجنو اون اكستنسيون دونك هذيك باش يساعد الصغير انه تتسوي فوالا فوالا كل حاجه عندها دواء كل حاجه عندها كسوسوا عندنا احنا ولا عند لي ميدسان سبيسياليست سي كل حاجه وعندها دواء بارفي يسوفي جوست انك تبع صغيرك معناتها كي يجي تشكى تسمعوا تشوف له الجيعه شنو هي تمشي تعدي معناتها ميمسي حتى حاجه بسيطه معناتها ما فما حتى مشكل باش كيف فما حاجه تتصلح تتصلح على صغر اخي باهي هذوما الانواع هذوما الانواع اللي نشوفهم ديما في واللي يمشي على طرش السويبع بربي فما اسطوره اخرى وجوج بالحق راهو على طرش السويبع راهو ما يما ما يهبطش سيبو نبدا نصيح هبط امشي نورمالمون يقول لي نمشي راني نورمالمون انا هكا صغير يقول لي انا هكا سور لي بوان دي بي راني مرتاح يا اخي ما تنجمش من بعد تصير له مشاكل في الظهر في بيان سور تصير بيان سور خاطر انت بدن كامل قاعد محطوط كان على اكزاكتومون دونك كل شيء باش يتعب معناتها ميم حتى هو صغير ما يشلقش من الكبرى يظهروا لي بروبليم دونك كيف كيف باللي سوميل زيد كيف كيف نحاولوا اون ريكيليبر لابوي نحطوها ريبارتي على الساق كامله باش كيف كيف زيد الصغير يستانس انه يحط ساقه كامله ايه على القاع يعفص عليها كامله داكوغ خاطر كي يعمل لي انا كاين هكا سي مشكل هي نورمال توتر الاعصاب مش نورمال يبدا ينقز مش معرف يبدا ينقز نعم وي اولادي كل مصواتكم ولات تشبه لبعضها بالكاسك وي فماك الاسطوره ذيك نتاع اللي يمشي حافيين ساقيه تتفرطح ما نعرفش صحيحه ولا غد ديما هذا مهبلينها في رتبك يمشي حافيين ليجون تيربيان هذه نورمالمون ماشي صحيحه اي خلي صغيرك يمشي حافيين نورمال ما فما حتى مشكل معناتها باش تكبر في كل الحالات معناتها اي هو باش يكبر معناتها ما تفرطحش مش حكيت باش تفرطح معناتها كيما قلت لك ان هي ولا سبي فما صغار اللي تمشي معاهم ومن بعد تصلح فما صغار اللي يقعد معاهم السبي هذيك نتاع البي بلا داكوغ مي خلي صغيرك يمشي هو يحب يجرب يحب يمس معناتها كيما يمس بيدي باش يمس بساقيه معناتها نورمال خليه اما كان فما حاجه انورمال انت لقيتها معناتها اللي باغ اكزومبل تتفرطح مي مشي وتزيد هذيك الوقت فو كونسلتي تري بيان
شكرا ليك يعطيك الف صحه. ميرسي بوكو نسرين طريقي اخصائيه في العلاج وتقويم الاقدام. بارك الله فيك على كل المعلومات هذه المهمه جدا 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 جدا، خاطر ديما لي بارون راهو يلاحظوا على صغارهم هاو ماشيه هكا وماشيه هكا وماشيه هكا، نجم يقول لك تو كي تكبر سنيسه وتتنحى يقول لك عاده سيئه وتو تمشي على ساقك. استوي ساقك، لا الحكايه ماهيش في استوي ساقك ولا هبط ساقك، راهي بروبليماتيك اكزاكتومون بروبليماتيك. ميرسي بوكو رجح بارك الله فيك. موجود ريق لي على كل معلومه. شكرا. شكون الفنانه العربيه المرشحه؟ ما نعرفش تو يحكينا عليها بعد يوسف، باش حكينا زاد كيف قال لك على سمير الوافي، مش علاش شد معاه وجه الشبه بين سمير الوافي وجوني ديب. تو نشوف عاد انت وين حطيت الحكايه بالضبط. نمشيو مع يوسف وراجعين.